ماتش امبارح بين الأهلي والزمالك في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لليد تم حسمه في الدقائق الأخيرة. طول المباراة كان في منافسة كبيرة وكان الماتش رايح جاي بين الفرقتين لحد ما انتهى لصالح الزمالك بنتيجة 29-28. لتحليل المباراة معانا على التليفون المعلق والناقد الرياضي الأستاذ محمد عفيفي. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير ليندا هانم، وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر اينما كانوا. طبعا يعني استاذ محمد، شفت مباراه امبارح ازاي وحسم اللقاء في الدقائق الاخيره لصالح الزمالك؟ بالتاكيد مباراه كبيره، هي تكرار لسيناريو مباراه السوبر الافريقيه منذ 10 ايام تقريبا، واللي توج بيها النادي الاهلي على حساب الزمالك ايضا بفرق الهدف الوحيد 32-31 ليتاهل الاهلي لنهائيات كاس العالم للانديه بالمملكه العربيه السعوديه في هذا العام باذن الله. ولكن السيناريو كرر، وخبرات لاعبي نادي الزمالك اللي تعافوا حتى ذهنيا ما بعد هزيمه مباراه السوبر علشان يضمنوا تواجدهم في السوبر العام القادم، ومعاوده امال التواجد في نهائي كاس العالم للانديه مره اخرى كما كان الحال في نسخه العام الماضي. نهائي كبير بالتاكيد، اللعب كان على تفاصيل مختلفه. التسرع من لاعبي نادي الاهلي في بدايه المباراه لم يستغلوا لاعبي نادي الزمالك مع مضاعفه النتيجه، ومن ثم كان هناك عوده من قبل لاعبي النادي الاهلي مع ختام احداث الشوط الاول اللي انتهى بالتعادل 15-15 فيما بين الفريقين. وكان هناك يعني تحدي اسباني من على الخطوط فيما بين دانيال جوردو المدير الفني الجديد بالنسبه للنادي الاهلي، وايضا اوليفر روي المدير الفني الاسباني ايضا لفريق نادي الزمالك، واستغلال عناصر الخبره. الزمالك مجموعه من اللاعبين عناصر خبره تخض بشكل او باخر، لاعبين تقال جدا، عناصر فرديه حتى اثرت بشكل او باخر. على سبيل المثال كريم هنداوي في الشوط الاول ومحمود خليل فلفل ثنائي من حراس مرمى في الشوط الثاني، ثنائي فرق كتير مع نادي الزمالك خلال هذه المباراه. كان هناك رد ايضا من عبد الرحمن حميد حارس مرمى النادي الاهلي، لكن هناك تفاصيل حتى عناصر الخبره اللي موجوده فيما بينها احمد الاحمر على سبيل المثال، او يحيى الضرع هذا اللاعب اللي سلم الكاس مع احمد الاحمر في ختام هذه المباراة كون أنها المباراة الأخيرة قبل الاحتراف في فاز برام المجري بطل أوروبا منذ موسمين، سيخوض رحلة احتراف جديدة من لاعب جديد مصري. إذن هناك عناصر خبرة تعاملت مع عناصر شباب بتشرب الأهلي بيبني. أعتقد أن فريق النادي الأهلي حتى بدون المحترفين مع عناصر خاضت العديد من المباريات الإفريقية ووصلت لكأس السوبر وتفوقت على نادي الزمالك، ثم حتى خسرت في هذه المباراة النهائية بالنسبة لكأس الكؤوس. نادي الأهلي قد يحصد بداية من العام القادم العديد من البطولات لأنه لاعبي صغار السن وكبار القيمة حتى بعيدا عن المحترفين، بينما الزمالك بدون المحترفين خطير جدا وقوي جدا، وعناصر الخبرة فرقت كتير مع نادي الزمالك في هذه المباراة. طب أستاذ محمد، حضرتك شايف ليه الأهلي ضاعت منه المباراة في الدقيقة الأخيرة؟ بالتأكيد الرعونة في بعض الأحيان، في بعض الأمور التكتيكية سلبية. أنا علقت على هذه المباراة لإحدى الإذاعات وكان هناك حديث، وأنا أعلق على المباراة أن على سبيل المثال اسلام حسن صانع العاب النادي الاهلي ارهق كثيرا، لم يكن هناك روتيشن او عمليه تدوير فيما بين اللاعبين. اسلام حسن خاض عدد اكبر من الدقائق على ارض الملعب مما ارهقه في اللحظات الاخيره، وحتى الهجمه الاخيره لم يتم تنفيذ التكتيك مع تايم اوت اللي طلبه دانيال جوردو المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي بالشكل المطلوب المرغوب فيه بسبب تعب كثير من اللاعبين. حال كابوتي هذا الرجل القطري الجنسيه الكوبي الاصل، واكسيو ماركيز اللاعب البرازيلي الثنائي المحترف من اجل بطولتي افريقيا، الثنائي خاض العديد من الدقائق على ارض الملعب بزياده، وكان هناك ارهاق وتعب شديد جدا، ومن ثم لم يتم تنفيذ العديد من الهجمات بالشكل المطلوب المرغوب فيه. على الجانب الاخر كان هناك عمليه تدوير من اوليفر روي المدير الفني الاسباني لنادي الزمالك، سحب في العديد من الدقائق المهمه يحيى الضرع واحمد الاحمر في كثير من الاحيان، شادي خليل ايضا لاعب الدايره كان بيسحب في كثير من الاحيان وبيبدا ينزل في اوقات، كان هناك تاثير مختلف مع نزولهم في الثلث الاخير من المباراه او النصف الثاني من الشوط الثاني، ومن ثم كان هناك فعاليه اكثر من معدل لياقه بدنيه وذهنيه، وبالتبعيه الاداء الفني كان افضل للاعبي نادي الزمالك في اللحظات الاخيره مع الاداء الدفاعي اللي كان صلب جدا لوجود هتلر في دفاع نادي الزمالك. شكرا يا استاذ محمد. مشاهدينا كان معانا الناقد الرياضي الاستاذ محمد عفيفي، شكرا جزيلا لحضرتك. وبكده مشاهدينا خلصت اخبارنا الرياضيه، دلوقتي هنرجع لمصطفى وبسنت عشان يكملوا بقيه فقرات صباح الخير يا مصر. اليك يا مصطفى.